نسأل الله النجاة لنا ولكم من النار وعذابها ولهيبها، ونسأله سبحانه وتعالى أن تكون خاتمة هذا الشهر صفاء لنا وتصفية من ذنوبنا وكشفا لغمتنا ولكربة المسلمين في كل بقاع العالمين. ثم أما بعد، فإنا نسأل سؤالا على سبيل الإنكار على أنفسنا والتذكير، هل يقع شيء في الكون بغير علم الله؟ كلا قطعا، لا شيء يقع في الكون إلا بعلم الله. وهل يقع بعد ذلك شيء في الكون مما علمه ولا واقع إلا وهو يعلمه؟ هل يقع شيء بغير إذنه سبحانه؟ كلا قطعا، لا يقع شيء إلا بإذنه، فما من واقعة تقع إلا في كتاب مبين في علم الله جل وعلا، ثم قبل ذلك وبعد ذلك تقع بإذنه بإذنه. فمصائب الأمة وأحزانها وأفراحها وأتراحها ومسراتها للنقيض والوجه المضاد للشيء وذاته، كل ذلك إنما يقع باسم الله، اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الحي القيوم جل وعلا، حي سبحانه القيوم سبحانه، الذي يهب الحياة لمن يشاء ويمنع الحياة ممن يشاء، وهو قيوم بذلك على خلقه جميعا مما في الأرض وتحت الأرض وفوق الأرض إلى طبقات السماوات العلى، قيوم يدير سبحانه شأن مملكته بما شاء وكما شاء على ما تقتضيه حكمته جل وعلا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الورقة اللي تطيح من الشجرة عند هبوب ريح من الخريف أو الشتاء، ورقة تصفر ثم تذبول ويهب عليها ريح أو نسيم وتسقط، هذه الورقة التي تطيح من الشجرة ما سقطت إلا بعلم الله وإلا بإذنه. هذا كرا عمر ديال واحد الكائن معين اسمه ورقة شجرة، قدر الله لها ميقاتها ميلادا من ساعة الولادة إلى ساعة وفاتها بعلمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، باش ما يجيب لك شبالك لأن الأشجار تنفض أوراقها عبثا، ما ساق لها حد الخبر على وزان عقلنا الضعيف، كلا، حركة الشجر وحركة المطر وحركة الحجر كل شيء حركة مقدرة بمقادير الحي القيوم جل وعلا. ولذلك الناس حينما يشاهدون الموتى أو الحياة يربطون ذلك بالأشخاص ويربطون ذلك بالحوادث ربطا نهائيا. صحيح أن الناس يتسببون للناس في الخير والشر تسبب، لكن الفاعل الحق وراء كل شيء إنما هو رب الكون، وإنما يتيح لنا التسبب واكتساب الأسباب ابتلاء منه جل وعلا بنياتنا ومقاصدنا وعزائمنا في الخير والشر سبحانه وتعالى. ولذلك يخطئ من يظن بأن قضية فلسطين قضية يغيب عنها الله سبحانه وتعالى وجل عن ذلك علوا كبيرا، هي قضية رب الكون سبحانه، هو الذي يدير أمرها من فوق سبع سماوات. وما أعتبر دخول يهود
بعد الاستعمار الإنجليزي البريطاني لأرض فلسطين إلى فلسطين دخول اليهود؟ ليس ذلك إلا من باب هذا القدر الذي نتحدث عنه وتحدثنا عنه. واش دخول اليهود والتجمع ديالهم العالمي منذ مؤتمرهم الصهيوني الأول الذي عقده ودعا إليه المعروف تيودور هيرتزل منذ ذلك التاريخ؟ واش هذاك الأمر لم يكن في علم الله سبحانه؟ كان في علم الله قبل أن يكون في علم من فكر فيه من اليهود، كان في علم الله تعالى القديم. ثم وقع ما وقع بإذنه هو ربي تعالى، ربي سبحانه اللي أعطى الفرصة اليهود باش يدخلوا فلسطين، ماشي أنا ولا أنت ولا حتى وعد بالفور، إنما هو تسبب اللي يكتسب الإنجليز قسط من الشر لا أقل ولا أكثر. وإلا فذلك أسميه بتسمية القرآن، القرآن يسميه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. رب العالمين حينما يجد عبدا من عباده أو شعبا من شعوب الأرض قد طغى وتجبر يزيده قوة ويمد له في الغي والتمكين ويسلطه ابتلاء على عباد آخرين تماما كما سلط يهود وهم شر الخلق على المسلمين بما كسبت أيدي المسلمين. سنستدرجهم استدراج كي هيئ لهم الفرصة من أجل أن يحق حقه عليهم وأن يحق وعده الذي نص عليه في كتابه المحكم الكريم وفصله رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته تفصيلا، أحاديث متواترة في مجملها على أن للمسلمين مع اليهود شأنا بين يدي الساعة في الزمان الآخر، والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة متداولة بين الناس، ومشهور بينهم الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وغيرهما كثير، لتقاتلن اليهود، وفي الرواية الأخرى لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتسلطون عليهم أي تنتصرون عليهم، وفي رواية أخرى بين الشيخين فتقتلونهم حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. حديث البخاري ومسلم نذكر ذلك حتى لا يتسرب الأسى وسوء الظن بالله إلى قلوب المسلمين والعياذ بالله. واليأس أخطر عدو للمسلم هو اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك ما مات من مات من قادة المسلمين في العالم وفي فلسطين خاصة إلا بعلم الله وبقدره. ولذلك قضية فلسطين مش قضية فلان أو علان، كثير من الناس كيتصوروا لأنه يعني انتهى أمر هذه القضية منذ أن مات إمام الشهداء قبل عز الدين القسام رحمه الله إلى الشيخ أحمد ياسين رحمه الله إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رحمة الله عليه. القنوات التلفزية تتحدث عن مرحلة ما بعد ياسر عرفات كأنه يعني انتهى الأمر، واحد الخطأ كبير. لكن الحكماء من المسلمين ومن اليهود أيضا حتى اليهود يعلمون هذا ويقولونه ويصرحون به أن قضية فلسطين هي قضية في جوهرها دينية. هذه العقدة ديال اليهود ما عندهم حل، لا حل لهم. ومن سوء حظهم، من سوء الحظ ديال اليهود أنهم حينما فكروا في الاستعمار فكروا في فلسطين، ولو كان الأمر متعلقا بدولة أخرى ربما لكان الأمر أهون، وربما لأبادوا أهلها واستوطنوها إلى يوم القيامة كما فعل الاستعمار الأوروبي بجنوب إفريقيا وبالغزاة الغربيون بأمريكا. انتهى، صافي، صارت
توطين استيطان أدبي وأبادوا تقريبا ثقافة المجتمع الأصلي. لو فعل اليهود شيئا من ذلك ربما انتصروا، ولكن مأساتهم أنهم دخلوا إلى وطن فيه المسجد الأقصى. والله جل وعلا لا يذكر شيئا في كتابه إلا لحكمة، هذه قاعدة شرعية عند علماء قديمة معروفة، أن الأمور الكبيرة اللي عندها علاقة بصيرورة التاريخ وصيرورة المجتمع الإسلامي في أحوال الضعف وفي أحوال القوة دائما ثابتة، ما كتبدلش ما كتغيرش، كتبتها الله تعالى في القرآن الكريم. ولذلك اللي كيتأمل وكيقرأ القرآن كثير وعنده نظرات يتساءل لما فصل الله في قصص بني إسرائيل ذلك التفصيل. ولذلك اللي كيتأمل وكيقرأ القرآن كثير وعنده نظرات يتساءل لما فصل الله في قصص بني إسرائيل ذلك التفصيل الذي يفوق نصف القصص. إلا شديت القصص ديال القرآن الكريم، قصص عاد وثمود وفرعون وإلى كل القصص اللي موجود في القرآن الكريم، غادي توجد قصة بني إسرائيل أكثر من النصف ديال الذكر، يعني عدد مرات ذكر قضايا بني إسرائيل أكثر من النصف ديال القصص القرآني، رغم أنهم لا يشكلون شيئا من حيث الكثافة السكانية في العالم. شحال هما العدد ديالهم كاع في الكرة الأرضية كلها، مع ذلك الله عز وجل تحدث عنهم في الكتاب أكثر من غيرهم من الأمم، لما يعلم سبحانه وهو العليم الحكيم الخبير أن هذه العلاقة سيكون لها شأن في مستقبل الأيام إلى ما بين يدي الساعة، وإلى ما حملوا من التوراة قبله، فكانوا مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. خانوا عهد الله عز وجل، ثم بعد ذلك لهم شأنون مع المسلمين لن ينتهي إلى ما بين يدي الساعة، فذكرهم الله بهذا الذكر الضخم الواسع العريض المفصل في القرآن الكريم. هذه قاعدة من القواعد القرآنية التشريعية. ثم ينزل صورة اسمها صورة الإسراء، ويخليها صورة كاملة، صورة كاملة، صورة الإسراء. وما الإسراء إلا ربطا أفقيا بين الكعبة، ربط أفقي يعني واحد الخط كما يقولوا اليوم باللغة المعاصرة جسر جوي، ما بين الكعبة والمسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، سبحانه جل وعلا. ثم عرج به من على الصخرة التي عليها الآن قبة الصخرة للأقصى إلى السماوات العلى، وكان خط آخر عمودي، وهذا فيه دلالة عميقة جدا إلى أن الله جل وعلا هو الذي يتولى أمر هذه الأمة ما دامت متمسكة بهذا المنطق اللي هو منطق القرآن الكريم. ولهذا لا خوف على الإسلام ولا على بلاد الإسلام مهما طال الزمن، طول الزمن قداش ما بغيطول الحضارات بين كر وفر وبين مد وجزر، هذه حقيقة ننساها. ولها وجهان، عندها جوج ديال اتجاه، وحنا المسلمين مع الأسف كننسوها، لكن قلت الذي يمارس قراءة القرآن وتدبره يدرك ذلك، وقلت حتى الحكماء ديال اليهود يعرفون ذلك، ولذلك كثير منهم ضد وجود اليهود الآن في دولتين فلسطين. عدد ديال الحكماء من الحاخامات، يعني رجال الدين ديالهم ماشي ناس عاديين، ضد الاستعمار اليهودي الصهيوني لفلسطين، ولا شك كثير من الناس استمع إلى كلامهم وهو موجود بالمكتوبون أيضا.
قلت الوجهان، جزء الاتجاهات ديال الحقيقه، اضافه الى ما ذكرت ان القضيه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يديرها ويدبر امرها، ويستدرج من يستدرج، ويبتلي من يبتلي. جوج ديال الامور، يستدرج اليهود سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويبتلي المسلمين حنا كيبتلينا. ونبلوكم بالشر والخير فتنه ليثبت من ثبات على الحق ويكون من المؤمنين بالله وبكتابه وبرسوله عليه الصلاه والسلام، وليفتن من يفتن، ويتخذ له ما شاء من الاتجاهات ومن القبلات مما دون صراط الله المستقيم وقبلته الثابتة. فالله جل وعلا هو سبحانه من يدبر شأن الكون كله. الأمر الثاني أن القضية الفلسطينية ماشي ديال الفلسطينيين أبدا، هذا غير صحيح. القضية قضية الأقصى، وفلسطين قضية المسلمين. المسلمين مليار ونصف ديال المسلمين في العالم، تلك قضيتهم. فليبيدوا شعب فلسطين كله، يعني ولو انهم يصدوا مع الفلسطينيين كاملين ما يبقى حتى واحد، لن يجدوا راحة ابدا ولا مستقبل لهم. اقول لا مستقبل لهم هناك، الى ما قدرش هذا الجيد كاين جيل اخر سياتي، ما دامت سورة الاسراء موجودة، وما دام القرآن موجودا، وقد علمنا قطعا باليقين أن الأرض تزول، الأرض كلها تمشي والقرآن لا يزول، يبقى إلى يوم القيامة. فلذلك إذن المؤمن من نظر إلى حقائق الأشياء في العالم بنظر الله، بنظر الله أي بنوره سبحانه وتعالى الذي يضيء به بصائر المؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا بإزاء المؤمن أن يقدم لفلسطين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه أحمد في مسنده والطبراني وغيرهم كثير، وهو صحيح الإسناد، حديث ميمونة رضي الله عنه، قلت له يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، أفتنا في هذا المسجد ديال الأقصى بيت المقدس، أفتنا في بيت المقدس. فقال لها عليه الصلاة والسلام أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر، وإن صلاة فيه كألف صلاة. كاين الرواية الأخرى ديال 500 صلاة، وفي هذه وهي صحيحة أقول كألف صلاة في غيره. يعني ميمونة امرأة قالت فمن لم يقدر أن يركب إليه، يعني لم يقدرش يوصله. وهذا الجواب وهذا السؤال مهم جدا لزماننا، هما يعني في ذاك الوقت ما كيقدروش يوصلوه أو ما يقدروش يركبوا ليه، الضعفاء والنساء والشيوخ والولدان، لأن المسافة لم تكن آنئذ بالهينة نظرا لوسائل النقل البسيطة. فقال لها عليه الصلاة والسلام من لم يستطع أن يركب إليه باش يصلي فيه وينال هذا الأجر فليهدي إليه زيتا يسرج فيه، فإن من أهدى له زيتا يسرج فيه كان كمن صلى فيه. اهدي له شي حاجة للمسجد الأقصى، ولو، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا تعبير عند الأصوليين، يعني التعبير بالأدنى تنبيها على الأعلى، يعني واخا غير تصيفط له شي زويته يشعل الضوء تما، لانه من قبل كانت القناديل توقد بالزيت، ولكن هذا تعبير رمزي واقع على زمانهم موقع الحقيقه، لكننا نفهم منه اليوم
أن كل من ساند قضية الأقصى بأي وسيلة مشروعة كان كمن صلى فيه. ولذلك أقول إن من أهم ما يناسب حالنا ومكاننا وزماننا لمساندة أولئك الدعاء لهم، هو حد. ثانيا التخلق بأخلاق القرآن. لما؟ علاش التخلق بأخلاق القرآن؟ لأن التخلق بأخلاق القرآن ضمان لجديد حياة القرآن في الأمة. القرآن كيعود يعيش فينا من جديد، وتجديد حياة القرآن في الأمة معناه أن جيل القرآن بدأ يولد، وقد بدأ بالفعل بدأ. ما عمر الجيل القديم ما كيكون بحال الجيل الجديد في فهم الدين الإسلام وفي تطبيقه رغم فساد الدنيا. الأحوال إلى خير وبخير ولله الحمد. حينما يصبح القرآن نباتا، يقول القرآن بحال الربيع نبت صابة ديالو عاطية مزيان في بلاد المسلمين، اعلم أن نهاية الظلم والظلمات قد آنت وحلت. فكل من ساهم في خدمة القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما وتخلقا بأخلاقه في نهاية المطاف فقد خدم قضية فلسطين وخدم قضية الأمة في كل مكان. لأن الله عز وجل جعل مستقبل هذه الأمة ومستقبل أحوالها مدونا في القرآن. غير القرآن يتفاعل يخدم فينا. لأن الله عز وجل جعل مستقبل هذه الأمة ومستقبل أحوالها مدونا في القرآن. غير القرآن يتفاعل يخدم فينا وسترى نتائجه قطعا تماما كالمطار الرحمة. كيطيح واحد النهار شتاء بشكل غزير المطار ما كاين والو في الأرض غير الطين، الماء والتراب كيعطي الطين، لكن بعد ذلك ترى الأرض قد اهتزت وهربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا هو القرآن، روح يحيي به موات القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعل خاتمة رمضان هذا وفاتحة عيد شوال فتحا للخيرات والبركات على المسلمين وأمة الإسلام في كل بقاع العالمين. اللهم اكشف الغمة عن المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل بلد مؤمن مستضعف. اللهم اكشف غمتهم، اللهم استر عورتهم، اللهم أمن روعتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تخاذلت الأرض دون المسلمين وليس لهم دونك نصير، فانصر اللهم عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم نصرك وتسديدك، اللهم أزرك، اللهم يا ربنا نصرك وتسديدك. اكشف الغمة عن هذه الأمة، جئنا إليك بقلوب ضعيفة واجلة، لا ملجأ لنا منك إلا إليك ولا منجأ لنا منك إلا بك. اللهم يا ربنا تجاوز عنا ضعفنا وفقرنا وذلنا وهواننا، جئنا إليك بأعمال ضعيفة هالكة، جئنا إليك برجاء عظيم كبير فيك. لا مرجى لنا إلا أنت ولا رجاء لنا إلا فيك. فأعد إلينا ديننا وأعد إلينا إيماننا، خذ بنواصينا إلى دينك القويم حتى ترضى عنا برضاك يا أرحم الراحمين، حتى تؤهلنا لميراث الأرض وتجعلنا من عبادك
فقد بشرت عبادك بأنهم الوارثون. اللهم اجعلنا عبادك حقا لك مخلصين، لك مؤمنين، لك صادقين، آئبين تائبين عابدين مرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا ما فرطنا في رمضان هذا وما قبله، تجاوز عنا ضعفنا وتهاوننا وكسلنا وغفوتنا وغفلتنا، ارزقنا الصدق في التعلق بك، ارزقنا الصدق في السير إليك، ارزقنا الصدق والإخلاص في الدعاء. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الطلب، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. فانصر اللهم عبادك، وانصر قلوب المؤمنين بالثبيت على الإيمان وعلى حقائق القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين وتمكن به لهذا الدين، وبارك اللهم له في ولي عهده مولاي الحسن، وارحم اللهم الملكين العظيمين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، وارحم اللهم رئيس فلسطين ياسر عرفات، اللهم ارحمه بما رحمت به عبادك الصالحين، وتوله يا ربنا ولا تتول عليه في الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واخلفنا يا ربي في الخيرات والبركات والحسنات، وارحم اللهم شهداء فلسطين الأولين والآخرين السابقين واللاحقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.